واسمحوا لي الآن أن أدعو معالي الأستاذ أيمن بن محمد بن سعود السياري، رئيس مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي ومحافظ البنك المركزي السعودي، لتقديم الكلمة الافتتاحية، فليتفضل سيادته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، سعادة الدكتور فهد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق النقد العربي، الأخوة والأخوات الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني في مستهل كلمتي بمناسبة انعقاد اجتماع الدورة 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية أن أعرب عن خالص التقدير والامتنان لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وشعباً على استضافة هذا الاجتماع وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متمنياً لبلدنا العزيز مصر كل التقدم والازدهار. ولا يفوتني أن أشكر معالي أخي محافظ بنك الجزائر السيد صالح الدين طالب على رئاسته للدورة السابقة، والشكر كذلك موصول لمعالي محافظ البنك المركزي المصري السيد حسن عبد الله ومنسوبي البنك المركزي المصري على جهودهم الملموسة لترتيب وتنظيم اجتماعكم الناجح بإذن الله. كما يسعدني أن أتقدم بالشكر لمدير عام صندوق النقد العربي ولجميع الأخوة والأخوات العاملين في الصندوق على جهودهم في سبيل إنجاح أعمالي وأنشطة المجلس ولجانه ومساهمتهم البناءة في التنظيم والإعداد لهذا الاجتماع، وكذلك جهودهم في العمل على المواضيع والقضايا العديدة المهمة التي يتناولها اجتماعنا لهذا العام، والتي تعكس الأولويات للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. أصحاب المعالي والسعادة، الأخوة والأخوات، على الرغم من التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد العالمي، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تسهم في صعوبة التنبؤ بمسار الاقتصاد العالمي في المستقبل القريب، ما يزيد كذلك من التحديات التي تواجه صناع السياسات والمستثمرين من تلك التحديات التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وتقلبات أسعار السلع الأساسية وتداعيات تشديد السياسة النقدية في العديد من الدول. وعلى صعيد آخر، نجد في تخفيض أسعار الفائدة من عدد من البنوك المركزية مؤخراً بداية دورة من التيسير النقدي، الأمر الذي سينعكس تدريجياً بشكل إيجابي على تخفيض تكلفة الإقراض ومخاطر خدمة الدين العام، وكذلك تحفيز الاستثمار وتحسن النشاط الاقتصادي. ومما لا شك فيه أن البنوك المركزية تلعب دوراً هاماً في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي وتنسيق السياسات لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز سلامة القطاع المالي والمصرفي، حيث أن المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي شرط أساسي لمواجهة التحديات الاقتصادية على المديين المتوسط والبعيد. أصحاب المعالي والسعادة، الإخوة والأخوات، تشير توقعات صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير الصادر في يوليو من 2024 إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.2% خلال هذا العام ونحو 3.3% للعام القادم، حيث تعكس هذه التوقعات تحسن في النشاط الاقتصادي، كما أنه من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم العالمي من 6.7%
في عام 2023 إلى 5.9 و4% على التوالي للعامي 2024 و2025. وخلال السنوات الأخيرة سجل اقتصاد المملكة العربية السعودية معدلات نمو بوتيرة متصاعدة نظراً لما يشهده من تحولات جذرية وتنوع اقتصادي، بالرغم من تأثر العديد من اقتصاديات الدول حول العالم بالمؤثرات الخارجية والتوترات الجيوسياسية، إلا أن المملكة العربية السعودية ما زالت تحافظ على اقتصاد متوازن وقوي قادر على امتصاص الصدمات الخارجية. في هذا الشأن كان النمو الاقتصادي في المملكة مرتبطاً إلى حد وثيق بتغيرات وتقلبات أسواق النفط، ولكن في ضوء رؤية السعودية 2030 وبعد مرور عدة سنوات من إطلاق هذه الرؤية المباركة أصبح نمو الاقتصاد غير النفطي يقود قاطرة النمو الاقتصادي مدعوماً بطلب محلي معتبر. أصحاب المعالي والسعادة، الأخوة والأخوات، يمثل اجتماع مجلسكم الموقر مكاناً مناسباً لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية وبالتأكيد النقدية وكيفية التعامل معها بفاعلية بما يعزز من الفرص ويحقق التطلعات، حيث يتضمن جدولنا اليوم جدول أعمالنا لهذا اليوم عدة قضايا وموضوعات، منها مناقشة إدارة السياسة النقدية في بيئة يكتنفها عدم يقين مرتفع وتعدد الصدمات وتداعيات تنامي مديونية القطاع الخاص على الاستقرار المالي في الدول العربية، ودور البنوك المركزية في التعامل مع قضايا التغير المناخي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي. أود في هذا السبق في هذا الصدد استباقاً أن أشكر جميع السادة المتحدثين على مشاركتهم في تقديم عروض حول المواضيع المطروحة، كما أشكر صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي على تعاونهم في تنظيم ورشة عمل يوم الأمس حول تعزيز صلابة واستقرار النظام المالي في عصر الرقمنة، حيث لا يخفى عليكم الأهمية المتزايدة لهذا الموضوع نظراً للتحديات التي تواجه القطاع المالي والمصرفي في هذا الشأن وكذلك الفرص التي قد توفرها في ذات الشأن. أصحاب المعالي والسعادة، الإخوة والأخوات، لعل اجتماعنا مناسبة لكي نهنئ إدارة صندوق النقد العربي على التوجهات الاستراتيجية الجديدة للصندوق، وخصوصاً التي تهدف إلى تطوير قدرة الصندوق على تقديم النصح بشأن السياسات إضافة إلى بناء القدرات في المنطقة العربية. كما نقدر في هذا السياق الجهود التي يقوم بها الصندوق من خلال عقد الاجتماعات واللقاءات عالية المستوى واجتماعات اللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس، أو من خلال إصدار عدد من المبادئ الإرشادية التي تساهم في توفير المشورة والمعونة الفنية لمساعدة الدول العربية في تبني السياسات المناسبة. ولعله من المناسب الإشادة بالأنشطة والجهود الكبيرة التي قامت بها البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بالتعاون مع المؤسسات المصرفية خلال اليوم الأول للشمول المالي الموافق 27 إبريل من كل عام، ونتطلع للتحضير للفعاليات العام القادم بما يساهم في زيادة التوعية بقضايا هامة كالشمول المالي. أصحاب المعالي والسعادة، الأخوة والأخوات، ختاماً أرجو لاجتماعنا هذا كل النجاح والتوفيق بحول الله للخروج بالتوصيات المناسبة التي تمكن من تعزيز الدور المحوري لهذا المجلس في التعاون والتنسيق بين المصارف المركزية والمؤسسات النقد العربية
في دولنا العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.